توبينز، لقد علمت مما سبق أن الكلية هو المفهوم الذي يمكن صدقه على أفراد كثيرة، كلية أو إلوزر أمبروا، وهذا المفهوم بالنسبة إلى تلك الأفراد فيما داخل في حقيقتها أو كلية كا لتناو جزئيات خوي أو خارج أنايا لدرويا، ونعني بدخوله في حقيقة أفراده مقصد سيك ديتونا أفرادان أن يكون جزءا لماهيتها الكلية أو مفهوم كلية كيا ويتجزء أقل أفراده أو ماهية كلية أفرادك يعني جزء أقبي أو تمام الماهية يعني تواوي يعني كلية كذا قد جزء يكيك بي يعني بي تبشر لبيدا أو ديريني داخل كالحيواني بالنسبة للإنسان والفرسي والفرسي أكو تعريف إنساني بك بري إنسان سيا بري حيوان ناطق أو حيوان كهات هنا وتعريف إنسان لفرسي تعريف فرسي بك بري حيوان صاحب لسان حيوانك هو بود جزء له هدو كان جزء فإن مفهوم الحيواني جزء من حقيقة الإنسان والفرسي فالداخل في حقيقة جزئياته كما مثلنا يسمى ذاتيا أو نوع حيوانا درني كلي ذاتي كلي ذاتي سي هو الذي يدخل في مفهوم جزئياته هو داخل جزئياته كي خوي دبي والخارج عن حقيقة جزئياته يسمى عرضيا أو خارج حقيقة جزئياته بدرني عرضي وجنسية كالماشي وشي ماشي ماشي أو دروا بالنسبة للإنسان والفرسي وتعرف إنساني بكدر إنسان سي دري حيوان شي ناطقة قال عسي ماشي نكر هذه فرسية دري حيوانش سائلة بعسي فرسية بعسي أوي ديك النكد ماشي النكد كوابي ماشي كلية شي خارجة وكاللاحك بالنسبة إلى زيد وبكر وعمر لاحك شي وشي نواني بيدا كانن زيد عمر بكرة دورة تعريف زيد وبكر وعمر كيف كذا أخوة لاحك كديته ناوي أنه ناي دري زيد حيواني ناطقة بكر حيواني ناطقة خارج فإن مفهوم الماشي واللاحك كلاهما خارج عن حقيقة ما يصدق عليه من الجزئيات هو جزء كلي هو داخل الجزئيات خوي ببي كلي ذاتي كلي عرضيش او يا خارج الجزئيات خوي بي اقسام الكلية على ذلك فالكلي ينقسم الى قسمين يكتش كلي ذاتي يكتش كلي عرضية كلي ذاتي هو الذي يدخل في حقة جزئياته كلي عرضيش او هو الذي لا يدخل هو يكون خارجا عن حقيقة الجزئيات الذاتي هو ما لا يكون هو ما لا يكون خارجا هذه اسم خبر يكون يا خارجا عن ماهية ما تحته من الأفراد أو خارج نبي بأن يكون جزءا منها كالحيوان أو الناطق بالنسبة إلى الإنسان حيوان شهروي ناطق شهروي سنشي تعريف إنسان يبكى حيوان كجدتنا ناطق كجدتنا أو كان تماما لها يعني طبق بجزء نبي أو شهدرين الذاتي كالإنسان بالنسبة لأفراده وكل إنسان بلي. إنسان شيء زيد عمرو بكرة إنسان سيا أيوان ناطقة هذه زيد عمرو كتسيا أيوان ناطقة وتواوي يقدينا تواوي يقدينا تبقي يقدينا وشي حيوان كو ناطقة كينيا ببيت الزوزات إنسان كشهر حيوان ناطقة زيد كشهر حيوان ناطقة فإنه تمام ماهية الأفراد من زيد وكل وغيره هذه عرضكها والعرض هو ما كان خارجا عن ماهية ما تحته من الأفراد سواء أكان خاصا بها وذات خاص بوجه لاحق بالنسبة للإنسان أدرني خارج بالنسبة لزيد وعمر بكري أم غير خاص بها يان عرضتي شامل بي وش تسيك الماشي وكو ماشي وهر بني آدم ماشي نيا بالنسبة للإنسان والفرسي أو أدي عامة غير وانش غير ما نشهر ماشي وذلك ما عبر عنه المصنف بقوله والكلي ما ذاتي وهو الذي يدخل تحت حقيقة الجزئيات واقصد زارنا كالحيوان بالنسبة للإنسان والفرس وإما عرضي والذي يخالفك اللاحق بالنسبة للإنسان أهمية معرفة الكليات الخمس وزوالير أنا لكليز كلي ذاتي كل ذاتي جنس وفصل وحيوان ناطق إنسان جنس نوع وفصل أو سي كل ذاتينا أو إذا كش خاصة وعرضي عام خاصة وعرضي عام ضاحك وماشي أو نجل عرضي عام هو كل يدونا بيت جنس فصل نوع خاصة عرضي عام أو سي أنا لكل ذاتينا دوكي إذا كش لكل عرضي
أهمية معرفة الكليات الخمس. هذا المبحث شديد الاتصال بالمقصدين الرئيسيين في المنطق، فهو وثيق الصلة بتعريف القول الشارع على قيد قول شارع الزورة، بل هو تمهيد له لا غنى عنه، وإلا فكيف نعلم أن التعريف حد أو رسم؟ لمودوا بحث دكين لتعريف دين أو حد أو الرسم حد أو بزاتياتا بالرسل أو بعرضياتا بأقرم لبنا غكي ذاتياتا نزال انسيا عرضيات نزال انسيا قول لي أقدر دكين أو شيء حد أو شيء رسم ما لم نعرف أجزاء أهي من الذاتيات أم من العرضيات، كما أنه وثيق الصلة بمباحث التصديقات على قيد قضية ونش زورة، لأنه جزء القضية التي يتركب منها ومن غيرها القياس. هذه شيء قياس لقضية تكر ذكري هو جبت جزئي قضية، هذه قضية لشيء يعني للذاتي تكر ذكري يعني العرضي تكر ذكري، فهي منه بمنزلة الأساس من البناء كوابي أو ذاتي وعرضي وكليات خمسة أوانا أوانا وكو بناين الوخاني وبريدة بيبيشت زوز بيزاني. لهذا عن المناطق بدراسات الكليات الخمس الحاجة إليها في كل من بابي التصورات والتصديقات. أقسام الكليات الخمس، عرفت مما تقدم أن الكلية ينقسم إلى ذاتي وعرضي، والذاتي تارة يكون تمام معية ما تعتوه من الأفراد والنوع وجه النساء بالنسبة لزيد وعمرو بكل أوانا، وتارة يكون جزءا منها عند زار جزء وجه حيوانة بتنين تقيبة تنين زين سفصل. فإن كان تمام المعية أقتوى ويكبه فهو النوع، هو النوع كالإنسان بالنسبة لأفراد فإنه تمام معيتها، وإن كان جزء المعية أديق جزء وشي حيوان وشي ناطق فإما أن يكون أعمى منها وهو الجنس يعني عامة وشي جنس كالحيوان بالنسبة للإنسان أو جنسة، وإما أن يكون مساويا لها يعني مساوية كمعية إنساني وهو الفصل كالناطق بالنسبة للإنسان. وأما العرضي وعرضي شنو نوعيه خاصي هي عرضي عامي هي خاص وشي لاحق إلا له إنسان عرضي عامي ماشي إنسان وغير إنساني عم يدروا، فإن كان خاصا بها فهو الخاصة نعم أخوي بخوي كاللاحق بالنسبة للإنسان، وإن كان عاما يشملها وغيرها فهو العرض العام زكابي ما دام وابي فبكليات خمسة من تقسيم كل بيرس قسم، فهذه خمسة أقسام تنحصر فيها الكليات وهي الجنس نوع فصل خاص على ضيعة. أداة السؤال عند المناطق بس السؤال إذا كان بما السؤال إذا كان بأي سؤال إذا كان ما هو أي شيء هو ما هو لا يعني المناطق بالبحث عن زمان الشيء ومكانه لشان دريبو كان جنبو ولا عن عدده وأحواله العامة بجن دريجة وكرتة وأنا بعزناك شماري السي وسارة بعزناك، فلا يسألون متى كان ولا كيف كان نقوشا ولا أين هو ولا كم عدده، وإنما يعنيهم البحث عن حقائق الأشياء وخصائصها ومميزاتها أما يشارك ويلتبس بها مما يفيد في التعارف من حد ورسم. ومن هنا نراهم لا يستعملون من أدوات الاستفهام إلا ما يسأل به عن الحقيقة وهو ما هو يعني حقيقة كم ببرنار كيف بلي. كيف يعني نخوش الصاغة لكيف يعني متى لو زمانية نار المتى هو بلي. نار أين تنشلو مكانية متى وكيف أينو زمان ومكان نابرسم ما إذا برسم تنشي بهاني حقتي دكا السؤال إلى حقتي دكا أو يسأل به عن المميز ذاتي كان أو عرضي وهو أي شيء هو جنا ذاتي أي شيء هو ذاتي وعرضي به وكماشي ولاعي كله همان بكلم بروين أخبرني لا تنزل فيه. يا خدايا. لا تنزل فيه. لا وصلنا هو خندما. خندما هقصي زارنا دوبارة ذكاء. زين سكتش أنا حيوانا. تعريفه. وكل مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو. وش زينس حيوان. لو زور كسان تقول حيوان إنسان فرس بغلة هم حقت ينزل ده في جواب ما هو كاملة إنسان ما هو بري حيوان كالحيوان بالنسبة للإنسان والفرس وكالمعدن بالنسبة للذهب والفضة والنحاس ما هو الذهب والفضة والنحاس ما هي بري معدن ما هو الإنسان والفرس والبغل بري حيوان
فإن الحيوان كلي يصدق على الإنسان والفرس وهي حقائق ويختلف بعضها عن بعض أمر جواز، بل أن الحيوان إذا قنوا يكسر ساوية وتشترك في شيء واحد يصدق على كل واحد منه الحيوان هو الحقيقة المشتركة بينها. لذا صح الجواب به حين يسأل عنها مستمعة بما هو بأن يقال ما هو الإنسان والفرس بحسب الشركة المحلة بين الإنسان والفرس، فيكون الجواب حيوان، فالحيوان جنس أو زاري نوع كلي مقول إنسان على كثيرين الأسيد وعمري مختلفين حققنا بالعدد إلا جمارين أجناء أخوان أم إنسان حيوان ناطقة دون الحقيقة في جواب ما هو ما هو زيد عمر بكر بري إنسان كالإنسان بالنسبة إلى أفراد عمر زيد بكر، فإن الإنسان كلي ويصدق على كثيرين متفقين في الحقيقة ومختلفين بالعدد مثل زيد عمر بكر فيصدق على كل واحد منهم أنه إنسان، زيد إنسان عمر إنسان بكر إنسان وهم مستمعون في حقيقة واحدة لكنهم مختلفون فخبر لكن مختلفون في العدد والنوع نوع مقول في الجواب ما هو بأن يقال ما هو زيد وعمر وبكر بحسب الشركة والخصوصية معا بحسب شركة خصوصية أي مستمعين معا فيكون الجواب إنسان، فالإنسان نوع شركة خصوصية سبر زيد ما هو عبر إنسان بري زيد وعمر وبكر ما هو ما هم هل إنسان هو إنسان أو زاري فصل ناطق هو كلي يقال على شيء في جواب أي شيء في ذاته والعود ما هو جنس نوع أو زاري أي شيء هو في ذاته في ذاته وقبره وبفرق دقر لاحق ودقر ماشي وفي ذاته معلوم دبي وهو الذي يميز الشيء عما يشارك في الجنس كالناطق بالنسبة إلى الإنسان هذا قبره حيوان حمود حمو وشي الدينة بس وشي قوة الناطق أو زبط زدادة وناطق كبز يا وازي دكاته فالناطق يصدق على كثيرين مثل زيد عمر بكر وهم يقولون في الحقيقة النوعية وفي صيغة السؤال عنه تقول أي شيء يميز الإنسان في ذاته عما يشارك في حيوانيته فيكون الجواب الناطق هو ما يسميه المناطقة بفصل أوزار خاصة لاحق له إنسانية تعريفها هي كلية تقال على ما تحت حقيقة واحدة فقط فقط وش حيوان النية لو زوران بي إلا يلوك قولك إيش قولك شي عرضية دري لاحق الله حكاش نايتونا تعريفك يلوك عرضية أي يختص بحقة واحدة كاللاحق بالقوة والفعل بالنسبة للإنسان فاللاحق يصدق على لاحق من هي بالقوة والفعل فرقية بالقوة بالفعل هريه كان هذا قبل قوة بدين خاصة شاملة قبل فعل بغير شاملة بالقوة هم إنسان قبل قوة برم بالفعل هم دم يخرج بينك فاللاحق يصدق على كثيرين مندرجين تحت حقيقة واحدة فقط وهم أفراد الإنسان وليس اللاحق حقيقة الإنسان حقيقة إجنية وكون إنسان زيد عمر بيشان وشي نوعي ولا جزء منها جزء إجنية وشي جنسي بل هو خارج عن المعية فهو قول عرضي واللاحق خاص بحقيقة الإنسان فقط لا يتعداها إلى سواها وفي صيغة السؤال عنها تقول أي شيء يميز الإنسان في عرضه فيكون الجواب لاحق هو ما يسميه المناطقة خاصة عرضي عام وكماشي إلا بحقيقة شنية لو زورا كلي يقال على ما تحت حقائق مختلفة ولم عرضية أي أنه يعم حقائق فوق واحدة كالمتنفس بالقوة والفعل وش لاحق كي أغوش بقى متنفس بالقوة بدري عرضة عامة شاملة بقى بري بالفعل شاملني عم دمي أنا سين أخوات وهذا وقت أشعي أنا صغر هذا بالنسبة للإنسان وغير من الحيوان فالمتنفس كلي يصدق على ماهية الإنسان وعلى غيرها من أنواع الحيوان كالفرس والجمل ونحوهما فهو يعم حقائق مختلفة والمتنفس قول عرضي خارج عن ماهية الإنسان وليس خاصا بها بل يصدق عليها وعلى غيرها ولهذا سمي بعرض عام والعرض العام لا يقع في جواب أصلا لا يقع في جواب أصلا الجواب ما هو إن الجواب بكل ملاحظة مهمة كل واحد من الخاصة والعرض العام إما امتنع انفكاكه عن الماهية وما يسمى عند المناطق بالعرض اللازم عرض لازم هو شلاحك بالقوة وماشي بالقوة هم دمي ويا
أو لا يمتنع انفكاكهما عن الماهيتيان ممنوع للجدابته وما يسمى بالعرض المفارق وما ما عبر عنه المصنف بقوله وأما العرضي فإما أن يمتنع انفكاكه عن الماهية والعرض اللازم وشي لاحق بالقوة وماشي بالقوة أو لا يمتنع وهو العرض المفارق أو لاحق بالفعل المتنفس بالفعل أقسام العرضي وبذلك تكون أقسام العرضي كالآتي خاصي لازم وشي لاحق بالقوة بالنسبة للإنسان خاصي مفارق كاللاحق بالفعل للإنسان أيضا أو زارع عرضي عامي لازم كالمتنفس بالقوة بالنسبة للإنسان عرضي عامي مفارق كالمتنفس بالفعل بالنسبة للإنسان أيضا مخطط توضيح للكليات الخمس وهو الذي لا يمنع الكلية هو الذي لا يمنع نفس التصور مفهومه لنقع الشركة فيه ذاتيه وعرضيه ذاتيه كالسنوعية جنسية نوعي فصليه عرضيه كخاصيه عرضي عامه خاصش لازمه مفارقه عرض عامك لازمه مفارقه صلى الله على سيدنا محمد. Ну, да, рубит арик.